السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد بعنوان الصوم. هيا بنا نبدأ. كما تعودنا نبدأ بخطوة الدرس القرآن والدعاء والحديث وعرض الهدف ومناقشة التهيئة. بعد ذلك عليك أن توضح معنى الصوم والأشياء التي يجب الامتناع عنها وتستنتج على من يجب الصوم، وأخيرا الأنشطة. تذهب إلى ملف الأنشطة وتختار النشاط المناسب لك. قرآن وحديث ودعاء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما عن حديث اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الدعاء مستحب عند الإفطار. أما عن حديث اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هدفك اليوم أو مهمتك اليوم تبين مفهوم الصوم مبينا على من يجب الصوم. شاهد هذا الفيديو ثم تحدث. الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم رمضان. ويجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. ويثبت رمضان برؤية الهلال بالعين المجردة أو بالآلات الحديثة، وبإتمام شعبان 30 يوما في حالة عدم رؤية الهلال، ولا عبرة بالحساب الفلكي. ويجب تبييت النية من الليل، وتكفي نية واحدة من أول الشهر، ما لم يحصل عذر يقطع تتابع الصيام، فحينها يجب تجديد النية. وفرض الصوم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ومن أكل أو شرب ظانا بقاء الليل وعدم طلوع الفجر، وكذلك من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس ثم تبين له خطأه، فصيامه صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الآن بعد مشاهدتك الفيديو وضح معنى الصوم. الصوم هو الامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصوم هو الامتناع عن الطعام والشراب من الفجر إلى غروب الشمس. وقت الصيام. تأمل هذه الصور ثم حدد وقت الصيام. أحسنتم. وقت الصيام يكون من الفجر إلى غروب الشمس. يكون وقت الصيام من الفجر إلى غروب الشمس. مع القرآن الكريم قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فكر جيدا للإجابة على هذا السؤال. هل كل البلاد تصوم وتفطر في وقت واحد؟ كيف ذلك وما السبب؟ فكروا جيدا للإجابة على هذا السؤال. هل كل البلاد في العالم تصوم وتفطر في وقت واحد؟ كيف ذلك وما السبب؟ من أحكام الصيام. فكر جيدا للإجابة على هذا السؤال. هل هناك صيام آخر غير رمضان؟
وما حكم هذا الصيام؟ هل هناك صيام آخر، أيام أخرى نصومها غير رمضان؟ وما حكم هذا الصيام؟ نعم، هناك أيام أخرى يصوم الإنسان فيها، وحكم هذه الأيام هي سنة. أما عن صيام شهر رمضان فحكمه هو فرض على كل مسلم بالغ قادر عاقل. أفضل الصوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الصوم صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. حدد من خلال هذه الصور على من يجب الصوم. أحسنتم، يجب الصوم على القادر، العاقل، الكبير. يجب الصوم على القادر، العاقل، الكبير، أي الذي بلغ سن الصوم. أما عن المريض، هل يجب عليه الصوم أم لا؟ أما عن المرأة الحامل؟ أما عن الطفل الصغير؟ أما عن المجنون؟ أما عن الكبير في السن؟ فهل يجب عليهم الصوم أم لا؟ لا يجب عليهم الصوم. فالمريض لا يجب عليه الصوم لأنه لا يتحمل مشقة الصوم، وأيضا المرأة الحامل، وأيضا المجنون لا يجب عليه الصوم لأنه المجنون لا يفهم ما يفعله، وأيضا الكبير في السن حكم المريض لأنه لا يتحمل مشقة الصيام، إلا إذا كان يقدر على الصيام فهو يكون ممن يجب عليهم الصيام. فكر جيدا وحلل هذا السؤال. هذا الولد يقول أنا كبير وقوي ولكنني لا أستطيع الصيام، ما رأيكم فيما يقول هذا الولد؟ الربط بالإمارات، كيف تحتفل دولة الإمارات العربية بشهر رمضان؟ ماذا تفعل؟ توزع الطعام على الصائمين، تزين الشوارع والخيم الرمضانية الذي يفطر فيها الصائمون. ولكن في هذه الظروف التي يجتاح العالم فيروس كورونا، فلا يتوفر الخيم الرمضانية. أخيرا جاء وقت الأنشطة، اختر النشاط المناسب لك وقم بحله وأرسله إلى معلمك. شكرا لكم، صف رابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.